السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسيو لو بريزيدون سي تبون عبد المجيد، عندنا بور لا تروزيام فوا اون فيديو افير. الزوجه نتاعي راح تتكلم تقرا باللغه الالمانيه وانا نترجم. سو كان سويتا. Guten Tag Herr Präsident, hier ist nochmal Familie Tagusch. Leider müssen wir uns nochmal mit einem dritten Video aus Deutschland zu Wort melden, um die Missbehandlung, die Komplizität und Korruption von den Behörden in Hatschut gegen mich als Deutsche und meine Familie zu schildern. So, Monsieur le Président, ترجموا إشكال الزوجة نتاعي باللغة الألمانية. قالت لك للأسف هذه المرة الثالثة ولا الرابعة باش نعملوا، رانا نعملوا هذا الفيديو من ألمانيا باش تكون على بالك بالشيء اللي صار لها، الشيء اللي صار لنا في الجزائر غير معقول. وراهي تحكي وصار لها مسيو البريزيدون باش تحكي لك ك مرأة ألمانية بجنسية ألمانية واش عاشت في الجزائر تحت الضغط يعني العنصرية الدينية وما يشبه. دوك تزيد تكلم. Die Komplizität und die Korruption in Hatschut, alles wurde uns weggenommen. Vandalismus, Diskriminierung gegen mich ist unerträglich. Die Grundlage ist eine Unterschriftenfälschung von APC Hatschut vom 01.01.2005. Monsieur le Président, Sid Reis, نزيد نترجم. الشيء هذا المتعقد بالتزوير ولا كومبليسيتي في مدينة حتشوت اللي على جال الشيء هذا داونا كلش بالشيء اللي داروه، يعني داونا كلش بالشيء اللي صوروا به لو جور تاع الكرام. جو ميكسبليك اون فرونسي، لان زوروا الكونترا دو لوكاسيون اللي عمري انا ما سنيته، عمري ما سنيته هذاك الشيء اللي دارنا هذا الشيء الغريب. Das Haus in Hatschut ist seit den 90er Jahren auf den Namen meines Mannes. Er wurde in Hatschut geboren. In der Zeit des Einreiseverbots wegen der Corona-Pandemie und auf den Druck vom Chef Daira wurde das ganze Inventar gestohlen, Vandalismus und die Sachen verkauft. قالت لك الدار في اسم الزوج نتاعي من 1985. للاسف كانت لا بانديمي ما خلاتناش باش نمشوا نزوروا بلادنا. الاداره ورئيس الدائره مسيو بن ميلود عبد النبي مع السكرتير جنرال مباركي كمال قاموا بشيء غير معقول، يعني قدمونا العداله وقدمونا العدالة بصفة غير قانونية، لأن التزوير هذاك أنا عمري ما مضيت على الكونترا لوكاسيون هذاك. وبشي هذا كي شافوا بلي الحدود مغلوقة واتصلنا بهم كتابيا عند البيان، ما كان ممكن باش ننزل إلى الجزائر ونمضي مرة ثانية يعني الكونترا لوكاسيون. واش داروا؟ قدمونا العداله وداونا كلش وسرقوا لنا كلش، ما خلونا حتى شيء، يعني حاجه عجيب. Eine in Hatschut illegal lebende Person, ein Imam namens Seliman, wurde in unserem Haus, in unserer Wohnung untergebracht mit Unterstützung des Gerichtsvollziehers. قالت لك في بيتنا عندما رحنا في جانفي 32 تلاقينا بالسيد ساكن، هو المدعو الشيخ سليمان إمام، وهو يعني من عائلة رئيس الدائرة بن ميلود عبد الملك، ساكن في بيتنا. من الشيء اللي قامت به هذه العدالة اللي حطاته في بيتنا، يعني بدون شيء رسمي اللي يسمح له باش يسكن في دارنا، هذا غير معقول. Im Januar 2022 war ich über zwei Stunden bei der Polizei in Hatschut im Beisein einer Dolmetscherin, Frau Arabi Kahina,
habe ich eine Strafanzeige gegen den Generalsekretär von ABC, Herrn Merbaki, und den Gerichtsvollzieher erstattet, um an unser gemeinsames Eigentum zu kommen. Doch unsere Strafanzeige wurde leider von dem Oberstaatsanwalt, Herr Schäpli, abgelegt und ignoriert, und unser Eigentum wurde in dieser Zeit geklaut, verkauft, abtransportiert, und auf einem Flohmarkt wurden die Sachen verkauft. Unser Auto war dabei, die Originalpapiere von dem Fahrzeug befinden sich hier in Deutschland. نزيد نترجم مسيو البريزيدون. تقول الزوجة نتاعي في جانفي يانوار 22 عندما نزلنا إلى الجزائر وشفنا هذه الكارثة اتصلنا بالشرطة وعملنا اشتكينا بالرئيس بالبلدية المعني بالأمر مباركي كمال هو اللي أمير العام اللي كان مسؤول على الدار تاعي واشتكينا بال سي فكير اسماعيل دو سي جيستيس يعني المخابر تاع العداله كي شكينا بهم الزوجه نتاعي كانت ساعتين هي في دار الشرطه سمعوا منها كانت المترجمه السيده كارينا العربي هي اللي ترجمت عليها ساعتين وكان القرار ندفع الى وكيل الدولة بروكيرور برينسيبال دو حجوت وللأسف العريضة نتاع الزوجة نتاعي ما كانت مقبولة على بروكيرور برينسيبال شبالي معروف يعني نزلها من القانون ما قبلها العريضة نتاعها لا بلانت نتاعها وبعدين نزلنا شفنا في البيت نتاعنا ساكن فيها هذا الإمام الشيخ سليمان ساكن فيها وكان اتصل بينا مشينا باش ندخلوا قالنا لا ما تقدروا تدخلوا البيت جيبوا لي تصريح من عند سيد الرئيس دائرة الميلود عبد النبي وزيد بزيادة زوجة نتاعك هي ماشي مسلمة ما عندهاش وقت باش ما عندهاش حق باش تسكن هنا انا الدار هذه راهي ليا قلت له انا يدي العباس الدار تاعي قشي وكلش قال لي انا ما عندي حتى شيء انا محمي من عند العداله من عند البروكيرور جينيرال سي شبالي معروف يعني عجيب عجيب ومن ذاك الوقت اليوم هذا من جانفي الزوجه نتاعي الان مريضه بالشيء اللي صرا لها دونك زيد ترجم كان سؤال تاعك Um mich über die ganze Angelegenheit zu beschweren, die Behandlung bei der Justiz, das Ignorieren, waren wir zweimal beziehungsweise mehrmals im Justizgebäude. Wir wurden derart ständig provoziert und alles wurde rausgezögert. Als ich das zweite Mal mit meinem Mann zum Oberstaatsanwalt wollte, musste ich vor der Tür stehen bleiben. Der Oberstaatsanwalt äußerte sich mit den Worten, er hat seine Religion und ich hätte meine Religion. Ich habe in dem Zimmer nichts zu suchen, ich muss vor der Tür bleiben. Also die Diskriminierung von einem Oberstaatsanwalt hätte ich so wirklich nicht erwartet. Vor allen Dingen auch die Art und Weise, wie er am Behandelt rumschreit, als wie ich wäre die größte Verbrecherin. So, Sie der Reis, Sie der Bun, Sie der Tarjim, Gattik, بعد ما مشينا قداش من المرة عند وكيل الدولة في المكتب تاعو باش يعني تشكي الشيء اللي صرا وتعرف علاش العارضة نتاعها ما قبلهاش على كل حال كي شافته عندما مشينا عنده تقدمنا عنده يسقي يعني ما طالها قيمة لا كإنسان ولا لا كإنسان باش يتكلم معها وزيد بزيادة قالها أنت ما أنت عندك لكم دينكم ولي ديني تقعدي برا اتصلت تكلمت معه قلت له سيد مسؤول بروكيور نعلبيس واش رايك تقول هذا شيء غير معقول دخلت أنا وحدي دخلت وحدي وقال لي احنا جزائريين احنا عرب نتفاهموا بيناتنا هي تقعد برا لان تولي تضحك علينا قلت له شي مستحيل هذه الزوجه نتاعي
الشيء اللي عملته ربي ما يقبله العبد ما يقبله، هذا يعني عنصرية دينية. وزوجة نتاعي وبعدين عاود دخلت بعد ما تكلمت معاه، دخلتها يعني تكلمت معاه قلت له الشيء هذا غير معقول، لازم تسألها كيف تقول لها أنت لكم دينكم ولي دين، هذا غير معقول غير معقول. الحاصل غير عاودنا دخلنا مرة ثانية وقال لها على ما حبيتيش تدي الغرض تاعك الدوزان تاعك، حنا قلنا له دي الإمام ساكن في دارنا كيف ندخلوا، وكان يطلس علينا ويقول لنا أنا إمام أنا إمام وأنت يا مشي مسلمة ما عندكش حق تسكني هنايا، منين ندخلوا هنايا؟ وزيد بزاد يقول باللي هو محمي من عندك من العدالة تحت من عند رئيس المحكمة، هذا شيء غير معقول. وانت بذاتك مسؤول البروكيور قلت لنا باللي الإمام جاء عندك للبيرو المكتب تاعك وقلت له خرج من الدار هذيك فيها المشاكل، واش معنت هذه؟ عندما حكيت للزوجة ترجمت لها انخلعت قالت لي هذه كل شيء راهم فيها لا كومبليسيتي ولا كوربسيون ضدنا، سورتو انايا كالمانيا يعني زوجتك جنسية ألمانية ضدين عليا لأن هما يتخباو مردين، هذا شيء غير معقول. لا كومبليسيتي تاع الشيف طايرة تاع لو جوج دانستركسيون رئيس التحقيق كراش مصطفى اللي أعطى قرار اللي يعني مستحيل، يقول بلي زوجتي الأولى يمات ولادي ماتت مدة 2005 وسكنت بدون قانون في البيت في الدار هذه يعني، وكانت تخدم في المدرسة الابتدائية وكل شهر، وهي كانت معلمة في الثانوية، يعني عندنا بيان كل شيء موجود. وهاي يعني البيان مسؤول بريزيدون لا ريبوبليك، ها هي لا بلانت تاعها اللي وقفها يعني كلاصها بصفة رسمية. شوف يعني منكر اللي ما عنده لا اساس لا راس. شوف هنايا والزوجة نتاعي تقول يعني انا كألمانية ما عنديش حق باش نعيش تما، سرقوا لي قشي داو لي قشي ويزيدوا يقولوا لي انت ماشي مسلمه، وين رانا يا انت راه بلاد الجزائر شي هذا بلاد الجزائر بلاد مسلمه ولا ماشي مسلمه؟ يعني هي تسال وتسال مسؤول البريزيدون تسالك باش تشوف تنظر الامر هذا اللي راه صاير لنا في بلادنا، ما نقدروا نروحوا دوك لبلادنا ولا انا ولا ولادي، كلش تسرق كلش داولنا مستحيل. يا أمطار هذه الجزائر الجديدة اللي تتكلم عليها انت سي عبد المجيد تبون، زوجة تاعي تقول مستحيل هذا الإمام الشيخ سليمان يصلي بالناس صلاة الجمعة ويدخل لديار الناس رزقنا ويقول لي باللي انتي ماشي مسلمة ما عندكش حق تسكني في هنايا في الدار، ويزيد حتى وكيل الدولة بروكيور برانسيبال تحجوت شبالي معروف يقول لها لكم دينكم ولي ديني، يعني هذا كلش كومبليسيتي كلش متفاهمين على رسالنا. واش تقول لي زوجتي؟ قالت لي هذا شيء مستحيل، قالت لي عندما جاء الرئيس سيتبون يداوي في المانيا قالوا له بلي انت مسلم ولا ماشي مسلم؟ بالحق كل العائلات الاجنبيه الاسلام يتنشر في اوروبا، الجوامع يتبناو كل شيء موجود الله يبارك، وهي رئيس المحكمة البروكيورور يتكلم بلفظ كيما هذا شيء غير مستحيل. هذه ماشي عمرو الإسلام ما تكلم بهذا الصفة، يقول لها لكم دينكم وليد، هذه عنصرية. ومن جانفي 22 ما تقدر يعني تتكلم على الجزائر، مستحيل مستحيل. ويزيدوا أضعاء البلدية مثل هذا مباركي كمال، عندما رحنا لا جوستيس رحنا العدالة يتبع فينا، رحنا الشرطة يتبع فينا، هو يعني مثل الرئيس يعني كل شيء من تحته كل شيء من تحته. وزاد في آخر الموضوع ضرب امرأة وراو الفيديو ومشيوا مع الوالي، نحكي نهضر مع مسؤول الوالي نتكلم مباشرة في الفيديو المسؤول الوالي دو تي بازا، مسؤول الوالي اسكو فوزات او كورون انت بعلمك باللي شاف الدائره دخل انسان بن عمه والي امام الشيخ سليمان في دار عائله الطاكوش، اسكو انت مع علمك شي هذا موجود؟
باللي شاف الدائره يعمل كيما يحب مع هذا مباركي اللي يكون معك دائما في الاخر. على كل حال نطلب السلطات المعنيه بالامر باش يتدخلوا سريعا في هذا الموضوع. خشنا راح طوموبيل تاعنا تبعت بلا دار بلا كوارت، شيء مستحيل. انا نطلب من الدوله الجزائريه تتدخل سريعا باش يكون رزقنا يولي لنا في مكاننا ان شاء الله، ونطلب ربي ياخذ الحق في الظالمين. وتحيه الجزائر مره اخرى. السلام عليكم.